الطاقة كتلعب دور كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ديال بلادنا، وهي ضرورية باش نلبيو الاحتياجات الأساسية، بالخصوص في الدار، في الخدمة، في النقل، وحتى في الصناعة والفلاحة. اللي كيخصكم تعرفوا هو أن الطاقة في العالم كتسبب تقريباً في الثلثين من الانبعاثات الغازية الملوثة للهواء، واللي كينتج عليها الارتفاع ديال درجات الحرارة في الأرض، وكتسبب في الجفاف والفيضانات. هاد الطاقة كتجي من مصادر متعددة، وبلادنا كتستورد من الخارج أغلب احتياجاتها من الطاقة، وكتكلفها فاتورة كبيرة. وباش نخفوا من هاد الفاتورة ونحافظوا على الأمن الطاقي ديالنا، وضعت الدولة استراتيجية مهمة كترتكز على الاقتصاد في الطاقة وعلى تطوير الطاقات المتجددة اللي كتوفر عليها بلادنا، بحال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية. ولكن هادشي ما كافيش، والدور ديال كل واحد منا صغار وكبار مهم، ويمكن له يساهم في الاقتصاد في الطاقة من خلال تصرفات يومية وحركة بسيطة في الدار أو في الخدمة أو في التنقل. مثلا نبدل البولات العاديين ببولات اللي الاستهلاك ديالها منخفض وكتضوي بنفس الجودة، نطفيو الضوء بالنهار وفي البيوت منين ما نستعملوهاش، نحيدو البريز للأجهزة بعد ما نساليو الاستعمال ديالها، وخصوصا التلفاز والكمبيوتر، وما نخدموا الماكينة الصابون أو الماعن حتى تكون عامرة. الثلاجة والكونجيلاتور نردوا ليهم البال، وخصنا مرة نحيدوا الثلج، راه غير 3 مليمتر من داك الثلج كيزيد استهلاكهم من الضوء بنسبة 30%. وما تنساوش الكليماتيزور، مني يكون خدام سدوا الشراجم والبيبان وريقلوه من الأحسن على 25 في الصيف و20 في الشتاء. بالنسبة للنقل راه كيمثل تقريبا 38% من الاستهلاك الطاقي ديال البلاد، إذن نحاولوا في التنقل ديالنا نستعملوا النقل العمومي بحال الترام والطوبيسات كل ما أمكن ذلك. وإلا كانت المسافة صغيرة ما فيها بس نتمشوا على رجلنا أو نستعملوا الدراجة العادية. حاجة أخرى، ما نغفلوش على صيانة السيارة ديالنا، بالخصوص الفلترات والروايد، نراقبوهم مرة حيث المراقبة ديالهم ممكن تخلينا نوفروا حتى 8% من استهلاك الوقود، ونسوقوا بشوية ونسكتوا الموتور إلا كنا غنوقفوا بزاف، راها واقفة وكتستهلك. بهاد الحركات البسيطة غتقتصدوا في المصاريف ديالكم في الضوء والمازوط أو ليسانس، وغتكونوا ساهمتوا في التخفيض ديال الفاتورة الطاقية ديال بلادنا وفي الحفاظ على بيئتها. الاقتصاد في الطاقة ربح لينا ولبلادنا.